كتشوفوا اليوم مناسبة ديال المونديال طون، حاولنا الموبيليزيو الامكانيات ديالنا كل ديال دارنا والشباب ديالنا لي جون ديالنا لي زارتيست ديالنا باش نساهموا داكشي الامكانيات اللي عندنا باش ننجحوا هذا التظاهر هذا. لي ميساجي سون تري سامبل بحال اللي كتشوفوا، ما هو التسامح التاخي، كنا مع بعضياتنا نشكروا هذه التظاهرة في المستوى وميم طون كنرحبوا بالضيوف ديالنا الكرام اللي جاو عندنا طنجة، وحنا كأبناء مدينة طنجة كنفتخروا أننا نساهموا والله غير شوية فوالا باش نجحوا هذه التظاهرة. الثروة ديالنا والغنى ديالنا هو البشر، البشر الشعب المغربي هو لي جون ديالنا، هما الثروة، حنا الثروة كنخلقوها كنعملوها، واخا عندنا قلة الثروة طبيعية ولكن الثروة ديالنا هما هاد البلاد الشباب هادو. كنشكركم بزاف، تحياتي. مرحبا بكم في مدينة طنجة، مرحبا بكم في بلاد الكرماء، بلاد الملوك، بلاد الشرفاء، بلاد الشرفاء العلويين. مرحبا بالجميع اليوم، حنا فرحانين وسعداء بهذا النهار. كما كتشوفوا مدينة طنجة فيها البهجة والفرحة، وحنا كمغاربة مفتخرين بهذا النهار، وخرجنا نعبروا على حبنا لبلادنا، وديما هزين راية بلادنا وكنفتخروا بالوطن ديالنا. وعاش الملك، وعاشت بلادي، الله يبارك في عمر سيدي، وعاشت الأسرة العلوية الشريفة. أنا جيت مدينة تطوان باش نشوف هاد الكرافة اللي نظموا المغرب، وهذا المونديال العالمي الجميل اللي نظموا المغرب. صراحة شي روعة، وكنتمنى المغاربة كلهم يجوا مدينة طنجة ومدينة الرباط اللي كيشجعوا هاد الاحتفالية الرائعة. وصراحة شي روعة روعة بامتياز، وكنتمنى الفوز للأهلي المصري غدا إن شاء الله. وشكرا ديما المغرب. التظاهرة اللي في طنجة وبالتنظيم في الكأس العالم للأندية، ومرحبا بكاع الجماهير المصرية كاع الأمة العربية، وكنتمنى التوفيق لكاع المنتخبات كاع الأندية المشاركة، وشكرا.